يعني. لماذا حسام عاشور؟ هل بحكم علاقتك الممتازه مع الكابتن الخطيب استشرته كلمته؟ لا خالص. الكابتن حسام. كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن. هو اللي طلبه. لا قولا واحدا الكابتن حسام هو اللي قال لي ان عاوز حسام عاشور وده قائد وممكن يفيد، والحته دي كان عندنا حسام وهشام محمد. ايوه مظبوط. فمين اللي ممكن يتواجد فيها؟ فهشام كان ليه رغبه انه يرجع المقص، انه يرجع المقص تاني، مش يرجع المقص، انه يرجع مصر، يرجع القاهره. يعني هو كان عايز يرجع القاهره لظروف عائليه يعني. نعم. فاحنا قلنا له لا، هشام من اللعيبه المحترمه يعني. ورجع، وكان لجاء حسام عاشور. انا وجهه نظري انه هيكون ليه دور كبير جدا مع نادي الاتحاد السنه دي. حسام عاشور جاي لك واحد من اهم اللعيبه في تاريخ النادي الاهلي، اكتر اللعيبه حصولا على البطولات، كابتن النادي الاهلي سنوات طويله، بالتاكيد كان ليه طلبات. التعامل المادي كان معاه عامل ازاي؟ سهل جدا. طب سيبنا اكمل. التعامل المادي كان عامل معاه ازاي؟ كابتن النادي الاهلي مش من السهل انه يمشي في الطابور ورا حد يعني. كلمك في موضوع شرط القياده في نادي الاتحاد ولا لا؟ لا دي برضو كان الاتصال بينه وبين الكابتن ابراهيم حسن، وهو اتكلم معاه في كل المفاوضات كلها، وهو اللي خلص معاه وقعد معاه وانتهى الموضوع في جلسه بسيطه جدا. بالنسبه لموضوع الكابتنه، لا لا بالنسبه يقول ان هو الاول يخش النادي حسام ويتعاقد يعني. والتعاقد بتاعه كان سهل جدا، ما عندوش مشكله، ما فيش مشاكل في الفلوس خالص خالص خالص. وبالعكس انا وراي العقد في نادي الاهلي كان بياخد ايه. وراي لك العقد واتحاد مختلف بصراحه، اقل اقل طبعا، اقل بكتير اقل بكتير ولكن هو حابب يكون يكمل ويلعب في نادي الاتحاد، نادي جماهيري ونادي شعبي. نعم. وكابتن ابراهيم كان وكابتن حسام كلموا وجهه نظر في الموضوع ده، ما يخصش شرط الكابتنه بصراحه ما اتكلمش فيها، ما اتكلمش. واحنا عندنا خالد قمر، يعني خالد قمر كابتن النادي طبعًا. وكابتن محترم. حسام طبعا كان كابتن النادي الاهلي على سنوات كبيره جدا. نعم. ولكن هو عارف ان خالد موجود يعني. نعم. هو ما اتكلمش فيها بصراحه، ما اتكلمش في النقطه دي. لكن بالتاكيد يوم مباراه الاهلي اذا كان هيبدا اساسي هيلعب، هياخد الكابتنه اكيد. ده عندكم عرف في الكوره بيحصل كده، عندنا عرف، هي حاجه ادبيه حتى يعني. هشام محمد لو شوت رجع في مقص حصل نفس الموضوع، بيبقى حاجه ادبيه.